هلو، اسمي ناتاشا مراشيليان. انا تشيف اوف بارتي لبروجرام اسمه بروموتينج سستينبل لايفليهود، تعزيز سبل العيش المستدامه. عم بتنفسه مؤسسه رونام عوض بضمن تمويل من الوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه USAID. اليوم نحن بمعرض سوق وتسوق اللي اكيد بنحب كلكم تشرفونا عليه. سوق وتسوق هو مشروع ضمن هيدا البرنامج عم بتمولوا الوكاله تنبرم بمنطقه جبال ونشجع الحرفيين واللي بيعملوا مونه والسيدات والرجال والشباب حتى الجداد، نسوق لهم منتجاتهم. بيهمنا كتير بليز تجوا وتشجعون، وكمان في انترتينمنت، نشاطات للولاد والكبار. اليوم من 12 للعشرة بالليل، وكمان الأحد من 12 الظهر للعشرة بالليل. أهلا وسهلا فيكم ومننبسط تكونوا معكم. وهلأ عم نفتتح سوق وتسوق اللي عم بتنفذه مؤسسة رونام عواد بالتعاون مع شركائها وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع اتحاد بلديات جبال وبلدية جبال. شرفونا. نحن اليوم بسوق وتسوق بجبال، نحن كوباي من تنورين، بنعمل كل شيء انواع واين، عندنا ريد وروزي ووايت، وبنعمل مشهورين بالسويت واين، وبنعمل عصير تفاح بس من تفاح، بلا سكر، بلا مواد حافظة، وبدنا كمان نشكر USAID وRMF لأنه قدمونا الفرصة كمان نشارك بهالمعرض، ولبعدين نكبر ونصير نطلع بضاعتنا لبرا، وناطرينكم. هلا من ماجيكال هاندز، نحن اليوم بمعرض بجبال سوق وتسوق. انا كثير مبسوطه بهذا المعرض لانه هذا اول معرض لماجيكال هاندز، وهو كان اوبورتونيتي كثير كبيره لحتى الناس تشوفني تتعرف علي. انا بعمل كوكيز، براونيز، كرافت، وبعمل كمان فيس بينتينج وفيس جليتر. نحن باتر اند باتر جبال، فولو اس اون انستغرام، نعمل بينات باتر الموند كاشو. موجودين بحديقة العامة بجبال كله بفضل رونام عواد فاونديشن واليو اس ايد. هيدا أول مرة بشارك بمعرض، اكسبيرينس كتير حلوة، إن شاء الله نكون عم نستفيد منها. في كتير كونتاكت، في كتير عالم عم بتزورنا. يلي بعد ما استفاد من هالفرصة بعد عندكم بكرة، ناطرينكم بالحديقة العامة بجبال. هاي، I'm a Greek Lebanese girl. شبت الكونسبت من أثينز، قلت ليش لا ما بنعمله بلبنان. سو اخذت لوكي اي، قررت اعمله 100% لبنانيز، وسميت البراند زوي كي لانه على اسمي، وانا ام جريك جيرل، وزوي باليونان هو زوي معناتها الحياه. سو قررت اعمل هيك بلبنان وشجع لبنانيز براند. يلا كم تبي بلس لبوكي، اتس ا نيو كونسبت بلبنان، اول وحدين تقريبا. الكونسبت هو درايد فلاورز وبرست فلاورز، بنحطهم بفريم، وي بريزيرف يور بوكي. اذا عندكم برايدل بوكي او حيلا اوكازيون عندكم بوكي، فينا نحطها بقلب الفريم اند ات لاستس فور ايفر. مثل ما قلت هيدا نيو كونسبت، سو بنستفيد من حيلا اكزيبيشن وحيلا ماركت تنكون موجودين. ونحن اخذنا هيدي الفرصه وجينا شاركنا بكذا معرض، وهيدا من احلى المعارض. اول شيء لانه بالجاردان ناتور كتير حلو، وهيدا شيء اكيد ريفلكتس اور كونسبت، والامبيانس كتير حلوه وشيء كتير كتير مرتب. ميرسي كتير على هيدي الاوبورتونيتي. بحب لبنان، بحب صناعته. نحن ليزونسيان، نحن عنا صابون بلدي 100% من زيت الزيتون، زيت النخيل وزيت جوز الهند. نشكر القيمين على هالمعرض وعلى التنظيم الحلو اللي عاملينه، وانه سمحوا لنا انه نعرف العالم اكثر على منتوجاتنا. بعد في عنا اليوم من عشيه، وبكره لاقونا على جبال الحديقه العامه. سركي السعاده، عنا عسل بلدي 100% أورجانيك، البراند تبعولنا اسمه ميال دو سيال، بيجي قضاء جبال،
حابب اتشكر كثير مؤثر نعم عوض وكل فريق العمل اللي خلونا نشارك بهذا المعرض ونعرض منتوجاتنا ونعرف منتوجاتنا على العالم الجديده. وميرسي كثير يا USAID. كريستين أبي عكر عندي بيتش في الفان كله هاند ميد كروشيه ساكيت وسلال وبتحبوا تعملوا اشياء انتو لقلكم فيكم توصوا ساعة لباتكم على الفيلفا انستغرام. المعرض كتير بيفيدنا لانه بيتعرفوا الناس على قدراتنا وعلى اشغالنا وان شاء الله تحبوهم. نحن فليفر سام، نحن اليوم موجودين بالجردان ببليك بجبال بدعم من مؤسسة رينيم عوض فاونديشن واليو اس ايد. نحن عارضين مونتنا، نحن بنعمل موني بلدية تقليدية وبنعمل قصص تويستد. نحن ناطرينكم، ناطرين دعمكم، ونحن ناطرين وجودكم معنا وعلى أمل إنه تدقونا وتجربونا. نحن اليوم استفدنا كتير بهذا المعرض لأنه تعرفنا على كتير ناس جديد وقدرنا نعمل إكسبوجر للمعرض تبعنا وللبضاعة. ونتمنى عطول يكون في هيك معارض وعطول كل الجمعيات تكون عم تعمل زيت الطريقة كرمال نقدر نوصل مونتنا لكل العالم. أنا جايال مراكي أكسسوري، نحن بنعمل هاند ميد نكلسز بريسلت أنكلت، أنا كمان كل شيء إيرينجز رينجز وحتى تشين بيكونوا جولد بليتد. نحن اليوم بمعرض المنظم من قبل مؤسسة رينيم عوض تنعرض نحن البرودكتس اللي عنا ونتعرف أكثر على العالم وهيك كنا نفتح كمان بواب لبرا. بنتشكرهم كثير على هذه الأوبرتونيتي اللي عطونا إياها ومطلب من كل الجمعيات على طول إنه تنظم هيك مبادرة حلوة وثانك يو. اسمي ساندي سكر، انا مريت بظروف صعبة كانت شوي هالسنة وقدرت طلعت منها. انا بجرب ارسم، بجرب اعمل شيء بحبه بعمله. انا ماني متعلم الرسم، يعني بالمدرسة تعلمناها شيء مثل ما بكل اللي بيعطوا حصص صغيرة وكانوا يلغوها لما يكون في ما يلغوا ساعة السبور يلغوا هالساعة، كانت هذا الشيء يقهرني كثير. المهم جربت، بلشت جرب على أشياء على الحجر وصرت أتطور شوي شوي، لقي حالي ملهية ما أفكر بالحزن ولا أفكر بشي يزعجني وتطورت، صرت أرسم على الصحن، أرسم على الأنينة، على الأزاز، كل شي بيطلع معي من إحنا منكبه عادة أو ما منلاقي له صرفة منه أشتغل عليه الحجر وشوي شوي طلعت. يعني حسيت هذه كانت ثيرابي لإلي وحبيت انه تنساعد العالم لانه في كثير ناس عالم مثلي مارين بهالمرحله. فتحت محل اسمه مسامي، هذا المحل كمان تمرق تاخذ سيشن ساعتين ترسم على شو ما بدك، في كذا شغله بتعلم كروشيه، بتعمل شيء اشياء هاند كرافت، شيء بالايدين، هذا شيء بيريح وهيك تطورنا شوي شوي. ماري شحود، بشتغل ساعة كروشيه وصواني كروشيه وبنشتغل كمان جه طاولات ومراويل مطبخ وهيك قصص. واستفدنا من المعرض انه شفنا الناس والناس شفتنا تعرفوا علينا. ارنست باسيل، عندي بيتش على الانستا برودري باي ارنست، مشارك مع مؤسسة رونيم عوض اليو اس اي بالمعرض وكتير حلو انه تعرفنا على ناس جديد وفي كتير اشياء يعني ناس شافوا شغلنا، هيدا شيء كتير حلو انبسطت وان شاء الله يكون انفتاح لأكتر. بونجور، على طوني شامون، عندي بيج كارف ارت، بنحفر على الخشب وعلى البلكسي وفي عنا فايتين كونسبت جديد اللي هو الستيل، نعمل كاستمايز ثينكس للاعياد للبريمير كوميون اني سبيشال جيفت بتكون اياها. واشتركنا بالمعرض تو جيت مور نولج، تعرفونا العالم اكثر وبعدين بنجرب نفتح له نوسع حالنا ونبركي كمان صديق لبرا. نحن عنا
منتجات من العنب والتفاح، وعنا أغلبية الليمون بنعملها بالطعونية الزراعية بالعوالة. هاي المعرض بخلي يكون عنا الصبر، يكون عنا الرياحة، نقدر نتعرف على البعض، نشوف الناس، ودعم للمزارع والمؤسسات الصغيرة. نحن من بلدي عنا شامبو وشاورجال وصابون كله ناتورال معمول من زيت الزيتون. نحن اشتركنا بهذا المعرض لنشجع الصناعة الوطنية، ونحن بتلاقونا على انستغرام وعلى فيسبوك من بلدي. نحن كانداستك بنعمل ناتشورال كاندلز، بنشتغل على الشمع نوعيته، بنشتغل على الريحة، بنشتغل على ألوان الشمع، ونعمل ألوان جديدة، وأهم شيء بنشتغل على الحرارة كرمال يطلع لنا شمع الفنيساج تبعه كتير مقدم. أنا اسمي ريتا، بشتغل أكسسوريز، كله شغل إيد، كناية عن كل شيء، لولو، إماتيت، قصص كتيرة. أنا اسمي لارا، عندي برودكتس بعملهم بالبيت، هوم ميد ليكر، في أنواع ليكر، تيزان، خلطات شاي اخترعتهم، سال دو تابل، ملح مع طعمات للأكل، وفواكه مجففة. وأنا ببيع أونلاين على إنستغرام يا بيت البيج. ياس مراد، أونر لفكرة دوت ال دي. بلش شغلي من 8 سنين كهواية صغيرة، حب للخشب وللحفر، ورجعت مع الوقت طورت شغلي وحبيت أتسجل بالجامعة وعملت جرافيك ديزاين لأول شغلي بال 3D كارفينج وبالحفر خصيصا. ومع الوقت تطور شغلي وشغلنا ببلش من الكيتشين للباجامون، هاند كارد باجامون. وعن جديد بلشنا نفوت ماتيريال جديدة بشغلنا اللي هي الحفر على البلكسي جلاس، وعم نفوت عن جديد كمان الايبوكسي رازن بطاولات الزهر تبعنا. خليني فرجيك طاولة الزهر، هيدا خشب سنديان أمريكاني محفور على الإيد خصيصا للبنان وخصيصا لفينيقيا، محفور على السفينة الفينيقية مع الأحرف الفينيقية كلها من برا ومن جوا، مطعم شغل إيدي. وأهم شيء أحجار الطاولة 500 و250 اللي بطلنا عم نشوفهم كتير، بس ببين إيبوكسي لازم. اسمي ماريا، عندي هاند ميد جولري شوب، هو مينلي اونلاين، بس هيدا المعرض سمح لي انه اعرض اغراضي قدام الناس، فالعالم فيها تتجه اكثر تشوف القصص اللي عنا اياهم وتشتري. المعرض كثير حلو ومشجع الكل يجي. نحن من جمعية LSR بالتعاون مع جمعية وايد قررنا أنه نساعد تعاونية لحفت، يعني هن نساء بيشتغلوا كرمال يعملوا مونة، وهن بمنطقة كتير بعيدة يلي هي لحفت من جوا الجبال. قررنا أنه نساعدهم تيكونوا عم يقدروا يبيعوا البرودكتس تبعهم، فندعمهم هن أولا كنساء وتانيا كأفراد كبار بالعمر ما بيقدروا ينزلوا أو ما بيقدروا يكونوا متواجدين معنا هون. فهذا هو المعرض، فتح لنا هذا المجال كرمال نحن نكون عم نساعدهم كجمعية وكجن داعمين لألون. نديم يونس، بعمل أعمال من حاس، بعمل سكولتور، بعمل تابلو. أنا اليوم بالمعرض بجنينة الحديقة العامة بجبال، عم نشارك نشوف أكثر عدد من الناس يجوا، عم نشارك حتى الناس تتعرف على هالمهنة، تتعرف على هالشغلة، عم نشارك كرمال يضل في هيدي الحيوية موجودة عنا وعند الأشخاص، بس شوفونا عم بشتغل وعم بعمل الشو قدامهم، فهيدا شيء بيكون بيطلع من جوا من داخلي. فمشكور لكل حدا عم بينظم عم بيشتغل لهالنجاح المعرض. بونجور، نحن فادس كرافت، كل اللي شايفينه قدامكم نشتغله من الدريفت وود، اتس اول هاند ميد ورك.
نحن بلشنا فكرتنا بلشت ببيتنا، بلشنا نشتغل ببيتنا وحسينا انه عنا موهبة بهيدا الخشب وصرنا نتطور step by step. وانا كتير بتشكر مؤسسة معوض فونديشن لانه فتحولنا مجال نتعرف على عالم كبار وفتحولنا مجال نفوت اكتر بمعارض اكبر واكبر واكبر. نتشكركم كتير. عنا المشروبات خل التفاح، حامض الحصروم، شراب التوت. مشهورين أكتر شيء بحامض الحصروم. وعنا إذا بدكم الموارد مزهر، عنا الكشك، كشك بقر مش كشك معزي. وعنا الزعتر، زعتر البلدي. بحب تشم ريحته لتشوف كيف بتهف ريحة الزعتر. اوكي عنا المارزيبان، عنا انواع من الحلويات، حلويات البيت يلي هن مثل الصفوف، انواع من الصفوف، صفوف بدبس، صفوف بعقدة صفرة. عنا الكعك، عنا العسل كمان نوعين من العسل، وعنا رب البندورة. واذا بتحبوا كمان عنا الدبس، بس مش بالدبس الخروب، دبس العنب. مايما بعمل جميع انواع الاكسسوارية انا وبنتي بالبيت. انا بلشت بهيدي الفكرة وقتها من فترة وقفت شغل خلص، كان وقتها كورونا وسكير طرقات وبلا بلا بلا. بلشت بهيك قصص لانه انا قصر بحبهم، عرفت هيك كتير كتير بيمثلوني يعني. فبلشت فيه على الخفيف وصرت هيك هودي يطلبوا وهودي يطلبوا وبيج واخبار، والحمد لله البيج طايرة وزبونات واوردرات وعندي دليفري على كل لبنان والحمد لله. صرت عم شارك بمعارض وهيك، بس هذا المعرض هو كتير برو بالنسبة لكتير معارض أنا اشتغلت فيهم. وحتى هيك إنه هلأ عم تكبر، يعني كل شيء عم يكبر، كتير ناس بقلب جبال ما كانوا سامعيني، يعني ما بيعرفوني وما بيعرفوا بالبيج يعني. كيف ما كان إنه عم نكبر وعم هيك. هلو، اسمي كريستينا كورتباني. سي كرييشنز بلشت من هيدا الاسم، سي كرييشنز. سو سي هي اسمي اول اسم، كورتباني كا. سو كرييشنز زمان عم تنكتب بالسي، بس انا كتبتها بالكا لحتى خلي الانيشلز تبع اسمي. سي كرييشنز هي عباره عن بيج لكل شيء، مش بس كونكريت، مش بس شمع، مش بس سيراميك، مش بس حبل، كل شيء داخل مع بعضه. فمثل ما بتلاحظوا هون بفوت الخرز مع الكونكريت، بفوت الشمع مع الكونكريت، بفوت الذهب البنتور. البلان تبعيتي من هلأ ليمكن 10 سنين انه تضلني عم بتطور بكل شيء اسمه كرييشنز، بكل شيء من الطبيعة للبيت للأبسايكلينج، كل شيء بفوت بقلب بعضه بالنسبة إلي، كل شيء له علاقة ببعضه بالنسبة إلي. والهدف انه نخفف مو يعني less waste and more creativity. Chunky Lovers هي woman land، نشتغل على شي كروشيه بس بطريقة مودرن أكتر، يعني كل شي تراديشنال بس بطريقة كتير مودرن. اوكي نحن عنا كذا كاتيجوري نشتغل فيها، اهم شيء انه البرودكت تبعنا هن ايكو فريندلي، فيري سوفت وكتير وورم، ما بيعملوا الرجي. في عنا لعنا التشوب كوتون، عنا الميرينو وول، عنا البافي والتشانكي شانل. انتو هون بمونة بيت بي، نحن بمعرض منظمه رنيم عواد فاونديشن، كل الشكر لهم مع اليو اس ايد. نحن هون بلشنا مونات بيت بي، بلشت من ورق الغار، شيء كتير بسيط موجود حد كل بيت، بس نحن منعقمه مننطفه وموجود بالمطبخ ريدي. وفي عنا المونة تقريبا متنوعة، في عنا شرابات، في عنا ليكار بلدية ومن دون اي مواد حافظة ولا كولوران. هلا
هلو، انا كريستال من هوكس. نحن اختصاصيه بيبي برودكتس، من ورسات للبيبي، تيب للبيبيز، كروشيه، كله انا بعمله. في عنا كمان مام ثينجز، مام باجز، اشياء تطريز على المناشف، فينا نعمل كاستم ميد اسم مع شكل مع اللون المنشف اللي بدنا اياه، كله للبيبيز وللمامز تيكونوا مبسوطين. الأوريغانو موجود بجبال بلاد. الأوريغانو كيترينج أند إيفنت، كل شيء كيترينج إيفنت، أعراس بنفذها كلها. هاي ميليا سكيتشن، هي الوالدة بتعمل هوم ميد معجنات لكل المناسبات، إن كان فروزن فيك تاخد وإن كان طلبيات مناسبات سارة فيك تاخد. وبنعمل سبيشال ايفنتس كبرجرز كسوسيجز والاخبار. رقم التليفون 76 113 990. نحن فرنسيتي من أرطبة، عنا مؤسسة صغيرة، من عنا سوبر ماركت، كافيه، ابارتمنتس للأجار. ومنتشكر أنه معود على الفرصة نكون معهم بهذا المعرض. عم نبيع فاست فود، ساندويتشز وبرجرز للأولاد، للعالم اللي جاي تزور المعرض. احنا لفالي بلانش. لفالي بلانش هي مزرعة بإهمج، عندنا فوق كل منتجات البقر، بنعمل جبنة، لبنة، شنكليش، لبنة مكبوسة وكل المونة. وعندنا الفروماج أفيني. الفروماج أفيني بنعملها بكافيت لفالي بلانش بإهمج. هلأ نحن اليوم هون عم نقدم هول المنتجات كلهم، وبالمقابل عم نقدم معهم ساندويشات من منتجاتنا. نحن بنشكر كثير يو اس ايد ومؤسسة رينيم عوض فاونديشن على هالإيفنت اللي عملنا اياه، تنقدر نعرف العالم على البرودكت تبعنا، ونقدر نروح زيادة ونقدر نشتغل أكثر وأكثر وأكثر. نحن بنشكركم وبيك تايم. معكم طاج أم الجوز، بتلاقوني بالبربارة، أنا من البربارة منطقة جبال، وبشكر مؤسسة رينيم عوض اللي عرفتني وتعرفت أنا على العالم اللي جديد، وأول مرة بكون بشترك بمعرض. نحن فيرونيكا بجبال، بنعمل نحن كان عندنا محل جبال على الوضع، سكرنا. هلا نحن بس عم نسوي ايفنتات، نعمل باستا، نعمل بيتزا وفرايز، نعمل بيتزا بخبز التورتيا. واستفدنا من المعرض شيء حلو بجبال، وعاملين انه غير نوعيه العالم كلها بجبال، صار تيجي كلها على جبال. وبنصح كل العالم هيك يكون في عطول ايفنتات مثل هالنوع.